أمطار موسمية ككل سنة تخرج الجزائريين عن صمتهم. هو حال سكان حي جيرو بتقصرايم بالعاصمة. علامات الغضب والحزن بادية على وجوههم جراء ما خلفته أمطار هذا الصباح. احنا اليوم على درنا احتجاج هذا على جلس كنا جاج الرحلة، ما نحوسوا والو، نحوسوا وقتاش نرحلوا. الحملة دارت فينا رايها، ما كانش الاخراني اللي هنا اللي ما خرجش الماء بالبيدون. ما ناش طالبين، انا طالبين حقوقنا، انا طالبين كيما الناس نعيشوا بكرامتنا، نسحقوا دار كيما حنا كيما الناس، ما طلبنا منه والو ابار نفتح تاع دار. حبينا نرحلوا كامل وحقنا في الرحل، هذا في الدستور حقنا. انا حابين سكنه تولي عندنا دار كيما الناس. ابواب مكسره وجدران مشققه واخرى محطمه، وعائلات لم تجد الا الخلاء ليأويها. الشتا تاع البارح هذه هنا راك تشوفي، هنا كيما راك تشوفي، والله غير بيت الديك كامل وانا نجري معاه. هذو نبدا كيما راني هكذا ونتقطع به منا ومنا، منين ضربت على روحي وليت عدت نبكي، انا هنا عدت نبكي، ما جيت وين نصوت. بالعقل يجوا يشوفونا، بالعقل يبعثوا لنا مسؤولين يجوا يشوفونا. ماني طالب منهم لا مال لا دراهم لا شيء لا حتى حاجه، طالبين منهم قبر الدنيا برك، نطلبوا منهم قبر الدنيا برك، ما نطلبوا منهم والو. رئيس بلدية هنا كذي الدار تاعو تسمى راه الدار تاعو، هو متكلف بكاع الدنيا، علاش ما يوقفش مع الناس؟ شوف العام اللي فات تقريبا رحنا قايتك، زاد هو العام في هذا كيف كيف، وعلاش هذا يعني هذه حقرة ولا شنو؟ الأمراض هي الأخيرة، زادت لعود الألم وترا، لم يسلم الكبير منها وحتى الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة. شوف فينا يرحم والديك، شوف فينا احنا درناك رئيس باش تخزر في الغلابه يا الوالي، شوف فينا رحنا الوالدي ليكي قالنا كوارتكم كاع ما كاش في الدزاير، قالنا ما كاش كوارتكم على جيرو، ما كاش كوارتها لويكتاش، وحنا هكذا 30 سنه وحنا في الميزيريه. انا عندي 35 سنه، نهار ما فرحتش ملي جيت لهنا وانا في المرض، ملي جيت لهنا انا ولادي وحنا في المرض. علاه جبتهم هنايا مرضوا لي اللازم، مرضى باللازم في ثلاثه، البارح ما رقدوش يا ماما يعنقوا فيا، اقسم بالله ما رقدناش، نشفت دمعتنا بدات نبكي على ولادي، على راجلي السكر طلع له 4 غرامات من خلعه. علاه؟ هي مشكله اجتماعيه ارقت يوميه قاطني حي جيرو التي تتطلب تدخل السلطات المحليه عاجلا وليس اجلا لتسويه وضعهم المأساوي.